والكرة الأمام لمسة جميلة جدا للانطلاقة من يان مات. يان مات يمر، يان مات يلعب على حدود الكرة، جول جول فار الفي دي في يفك الاشتباك ويحل اللغز الاستوني بعد دقيقتين فقط من بداية أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة. فاندر فارت يصل إلى الشباك بعد تبديل ناجح من لويس فان جال، ويبدو كلام وحوار ورد فان جال الآن على أحد من كانوا يجلسوا بجواره، يبدو أنه بيرد على التبديل بهذا الهدف. آدي فاندر فارت استلام هذا اللاعب يان مات، رائع في صناعته للهدف، رائع في مروره وفي مهارته. يان مات للأمام، ضاعت، لانس وجد الكرة تحت رجليه، اتلعبت له تاني، لانس أين العرضية؟ يان مات، ادي العرضية وبيرسي، جول جول جول. الار في بي اخيرا يجد الشباك، اخيرا يفطر تهديفيا على المنتخب الاستوني بعد صيام طال وطال، واخيرا يرجع يعود للاجوال، يسجل هدفه الدولي رقم 32 ويفصله الان عن كرويف. هدف واحد فقط، هدف واحد يفصل روبن فان بيرسي، روبن هود الكرة الهولندية، عن كرويف. ادي لانس، ومرة اخرى يان مات يصنع هدف اخر. سانتا كلوز الكرة الهولندية في هذه المباراة، سانتا كلوز الطواحين في هذه المباراة هو يان مات، بابا نويل هولندا هو الذي يقوم بتوزيع الهدايا على زملائه. في الجهة اليسرى الى فان بيرسي، عليا والروبن تصل الى شخاك، هو الثالث، الثالث الرائع، روبن شخاكن رائع يسجل الثالث، تصدق التوقعات، هولندا 3 وإستونيا لا شيء. إذن هي دكة البدلاء يا صديقي، دخل فاندر فارت وسجل، الآن يدخل روبن شخاكن ليسجل هو الآخر، ورهانات لويس فان جال كلها تصدق وكلها تصيب الحقيقة، تصيب الهدف، كلها تصيب الهدف وتصب في مرمى الأهداف. استلام رائع ثم فحص رائع أيضا لزوايا المرمى من جانب روبن شخاكن، يضعها في أقصى الزاوية اليمنى، بعيد عن الدفاع، بعيد عن الحارس، بعيد عن كل شيء، وبخارج القدم، روعة روعة شخاكن، رائع. 3-0.